بالنسبه لي اي اغنيه واش كنت متوقع النجاح ديال هذه الاغنيه؟ هذه الاغنيه يعني ما يمكن لها ان تكون متوقع النجاح ديالها، لان اغنيه كتجمع كبار الساحه الفنيه في المغرب، وكاع الاسماء اللي شاركت في هذه الاغنيه هذه هي اسماء كبيره واسماء وازنه، فمن الاول تتكون عارف بان العمل ان شاء الله غيمشي مزيان وكيزيدوا الجمهور ملي تيبغيه، وهذه هي الحاجه المهمه. المغرب ما محتاجش رسائل باش يوصل التراث ديالو، التراث المغربي حاضر هذه قرون، والسليج والبلغاء والتراث المعماري المغربي ما محتاجش حد اللي يزيد ياكد عليه، لانه ديجا كاين وكلشي الناس العالم تيعرفوا شكون هو المغرب. الجديد الفني ديالي وان شاء الله كنوجدوا اغنيه جديده، وبيان سور كنوجدوا لا سيزون 2 ديال ستارلايت ان شاء الله.